عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجنا صحون وفنون هيقدم لكم كل يوم أكلة جديدة من خلال شيف متخصص. تابع الشيف كويس عشان تعرف المقادير وتقدر تحصل على جايزة من البرنامج. في كل يوم هيكون معانا ضيف جديد، فنان أو فنانة، مطرب أو مطربة، رياضي أو صحفي أو أديب. وكل يوم هنكتشف مع الضيوف دول إن الصحون فنون. سيداتي أنساتي سادتي، ضيفنا النهاردة نجم كبير من نجوم الكوميديا. ضيفنا النهاردة واحد من تلاميذ مدرسة المشاغبين، هو واحد من العيال اللي كبرت. ضيفنا النهاردة له بصمة كبيرة قوي في عالم الكوميديا، لأنه له أسلوب خاص بيه جدا يتلخص في كلمتين: السهل الممتنع. ضيفنا النجم الكبير يونس شلبي. اهلا وسهلا. ازي حالك؟ منور ووحشنا. الله يخليك. كله تمام؟ تمام الحمد لله. الصحه بومب؟ الحمد لله. اللهم الف حمد والف شكر على كل شيء. احنا بندردش مع بعض في البرنامج ده بتاعنا دردشه عاديه جدا، كاننا نكون قاعدين في البيت بالظبط. فتملي ببتدي بسؤال معين: ايه اخر اخبار الاستاذ يونس الفنيه؟ اخر اخبار انا جاي اعمل برنامج. والله بعمل برامج كتير الحقيقه، ما اعرفش ليه ما بيطلبونا برامج كتير قوي. ما علشان الشهر المبارك اللي احنا موجودين فيه ده. بيبقى طيب والمشاهدين تعبين. وحضرتك بقى الف بعمل حلقات كوميدي كده صغيره ربع ساعه، وكنت بعمل مسرحيه في بيروت الحقيقه، خلصتها وجيت على طول يعني عشان استعد بقى لبرامج رمضان. عظيم عظيم. الحمد لله على سلامه. الله يسلمك. بيحضرني سؤال هنا كان لازم اساله لحضرتك. اتفضل. ايه اللي حصل للمواضيع الكوميديه؟ يعني يعني مش ملاحظ حضرتك ان موضوع الكوميدي اختفى، سواء من اشمعنى مثلا في المسرح الكوميدي باستمرار؟ هو سؤال مركب لحضرتك. ايوه هتقدر تجاوبني عليه؟ انا فاهم حضرتك. يعني هو طبعا التخصص مهم جدا. التخصص مهم. معلش. مظبوط. يعني معلش احنا نقول اللي علينا مظبوط. طب لا تتفهم زي ما تتفهم، لكن هو التخصص في كل مجال مهم جدا. لو نرجع ورا سنة هتلاقي كان في متخصصين في الافلام الكوميديه زي الاستاذ فطين عبد الوهاب. مظبوط. مخرج، كان مخرج كوميديان. مظبوط. وزي كتاب كبار في الكوميديا بسعود الابياري، استاذ بديع خيري، استاذ بهجت قمر الله يرحمه. الله يرحمه كلهم. الله يرحمهم صحيح. انما كان في تخصص. مظبوط. قصدي حضرتك النص. النص لا، النص كتابه النص الكوميدي مهم جدا. ازاي تكتب الكوميديا وازاي تخرج الكوميديا، ده مهم. لازم يبقى في متخصص. انا يمكن عاشرت في اواخر الاستاذ فطين عباد، بس ما اشتغلتش معاه. كان في مخرج اسمه احمد فؤاد طن، متخصص برضه الله يرحمه، في اعمال الكوميديا وحاجات كده والكلام ده. وبعدين لما استرخصوا الافلام وحاجات كده والكلام ده، وابتدوا يقولوا له انت بتشتغل في افلام مقاولات وحكايه، سابها وابتدى يتجه في افلام اجتماعيه وافلام تانية خالص، غير الكوميديا. غير الكوميديا. فاصبحت دلوقتي لما تيجي تعمل افلام كوميديا يقول لك لا ده فيلم رخيص. ياه. وحتى ما يدخلهوش المهرجان. لو فيلم معمول كويس ما يخشش. لا عشان ده كوميدي، بيعتبروا ان ده حاجه اقل شويه من حاجه رخيصه بقى، ويعني مش متكلفه كتير وبتاع. والله مع ان الفيلم الكوميدي ده صعب جدا في اللي بيعملوه. خلصنا من جزء الفنون، هنيجي للصحون. سؤال مهم ومباشر. هل بتعرف تطبخ؟
بجد؟ والله انا قعدت عازب كتير فتعلمت، وبعدين طبخاتي الطبيخ بتاعي سريع جدا. يعني لو طلبت منك في اي وقت تطبخ مثلا حاجه اوام عشان انت جعان ولازم تاكلها قبل ما تنزل الشغل وتيجي اعملها فعلا؟ اعملها مهما كانت صعبه. غدا على طول انا ممكن اكلك لحمه بسرعه جدا وخضار بسرعه جدا ورز فعلا خلال نص ساعه حسب بقى اللحمه لو جامده يا لو الجزار غشني في اللحمه هتغلي جامد، لكن لو الدهاني حلوه جميله هتستوي بعد ربع ساعه، مش مستحمله غلوه يعني. طيب احنا متعودين في برنامجنا ان احنا نسال الضيف بتاعنا يحب نقدم له طبق معين يعني. فاحنا عندنا الشيف محمد رمضان وده شيف شاطر جدا جدا جدا. تحب نروح تقول له على الاكله اللي حضرتك عايز تاكلها وبعد كده؟ لا انا قريت على فكره كتاب فيه اكلات كتيره جدا صحيح، وبتابع التلفزيون لان هم بيقدموا برامج لكيفيه عمل الكنافه وعمل الاكلات وحاجات اكلات عجيبه. فسمعت عن اكله اسمها شيخ المحشي. الشيخ المحشي ايوه الامام بيضي ايوه. فيمكن ممكن نروح للشيخ. اتفضل يا سلام اتفضل. عايزين الشيخ المحشي دي برضه عامله لنا ازاي يمكن عارفها. السلام عليكم. شرفتنا حضرتك. الله يخليك. ده شكله شيخ. الدكتور بيعمل لنا مفاجات يعني حاجات كبيره. ده راجل حبيب الكل. هو في اكله انا قلتها للدكتور، انا الاكلات دي على فكره بقراها كتير وبشوفها في التلفزيون بقراها في كتب. اكيلي يا حضرتك ما شاء الله. لا بس هو نوع صنف واحد اللي بحب اكله يعني. تمام. في اكله اسمها شيخ المحشي. شيخ المحشي طبعا. شيخ المحشي مشهوره قوي يعني. ايوه انا قريتها. تمام. وفي اكلات كتير اسمها غريب، حاجه اسمها المجدره. ده ايه المجدره دي بقى؟ المجدره دي عباره عن عدس الاسمر. ايوه. بيتطبخ مع الرز المصري زي كشري مصري بس لا كل بس واحد يعني متطور شويه يعني كله وبعدين بيتقدم بارد حضرتك وعليها بصل من فوق وحاجات كده. تحب اعمل لك المجدره جنب الشيخ المحشي؟ طيب ينفع تاكلهم الاثنين حضرتك ولا لا لا وقول لي اسماء ثانيه كده ولا بلاش كفايه دول. طيب حضرتك على طول اجهز لحضرتك ولا جاهز يا شيخ المحشي؟ خد بالك استاذ يونس قال انه ما اكلش مخصوص قبل ما يجي يعني مجوع يعني نفسه علشان مش كده. وبعدين طالما اكلها يبقى عارف التست بتاعها. لا ما دام يهمنا بقى يهمنا الرد بتاع حضرتك بعد ما تاكل. خلاص لا خلاص عايز اشوف شيخ المحشي ده بيتعمل ازاي. ربع ساعه هتلاقي كل حاجه ماشي يا فندم. يعني على طول اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. اتفضل. هقدم لكم اليوم طبقين، الطبق الاول عباره عن شيخ المحشي والطبق الثاني مجدره سمراء. نستعرض مع بعض المقادير بالنسبه لشيخ المحشي. 6 حبات باذنجان طويل محمر بالزيت، نص كيلو خلطه لحم مفروم بالصنوبر والبصل، علبه طماطم جاهزه، 2 حبه طماطم ترنشات، معلقه معجون طماطم، ملح زائد بهار. المقادير بالنسبه للمجدره السمراء: شوربه عدس اسمر جاهزه، 3 معالق أرز مصري مغسول، بصل محمر، كمون، ملح زائد بهار حسب الطلب، زيت زيتون. نعيد المقادير مرة تانية. شيخ المحشي 6 حبات باذنجان طويل محمر بالزيت، نص كيلو خلطة لحم مفروم بالصنوبر والبصل، علبة طماطم جاهزة، 2 حبة طماطم ترنشات، معلقة معجون طماطم، ملح زائد بهار. المقادير بالنسبة للمجدرة السمراء: شوربة عدس أسمر جاهز، 3 معالق أرز مصري مغسول، بصل محمر، كمون، ملح زائد بهار حسب الطلب، زيت زيتون. نبدأ نجهز مع بعض المجدرة. أنا هنا مجهز لكم العدس الأسمر اللي هي شوربة العدس اللي أنتوا شفتوها بتتجهز قبل كده. ده عدس مستوي، شفتوا طريقة تجهيزها في حلقة قبل كده. هنبدأ نضيف الرز المصري المغسول. ضفنا الرز، هنهدي النار عليها ونسيبها لحد ما الرز يستوي، ونغطيها. انا هنا مجهز لكم سرفيز جاهز لانها بتتقدم بارده، فانا مجهز سرفيز وهيطلع بالشكل ده. بعد ما نحطه في السرفيز بنسيبه لما يبرد، ونبدا نجيب معلقه ونعمله بالشكل اللي انتوا شايفينه.
بعد كده احط شويه زيت زيتون طبعا انا احط كمون في قلب المقدره انا بعملها عندي بصل متحمر احط البصل متحمر بعد كده اجيب طماطم ميه واكملها بالطماطم طبعا دي اكله لبناني اللبنانيين بياكلوها بالطريقه دي كده المقدره بتاعتنا جاهزه لو انا عايز ازود كمون ممكن ارش كمون خفيف جدا ولكن بنحطه في التسويه بيبقى افضل من كده كده المقدره بتاعتنا جاهزه نبدا نجهز شيخ المحشي عندي الباذنجان اليه في الزيت او محمره في الزيت الطريقه اللي تعجبكم يعني اقلي الباذنجان ومفتوح زي كده وكله مقاس واحد زي ما انتم شايفين بعد كده اجيب الخلطه بتاعتي جاهزه اللي هي عباره عن بصل سوتيه وبضيف عليه اللحمه واحمره كله مع بعضيه وبحمر الصنوبر واحطه عليه وبعد كده اضيف الملح والبهارات وابدا احشي الباذنجان اللي عندي كده حشينا الباذنجان هجيب صلصة طماطم جاهزة اللي هي في العلب اللي هي مضاف ليها كل حاجة يعني مش محتاج لا اعمل ثوم ولا بصل ولا اعمل اي حاجة ولكن بس ممكن اضيف نقطة زيت زيتون صغيرة عشان عملية التسخين يسخن الزيت اضيف الطماطم الجاهزه طبعا دي بتوفر علينا وقت بدل ما نقعد نجيب طماطم ونسلقها ونقشرها ونسويها نقلبها لحد ما تسخن بعد كده ممكن اضيف معلقه معجون طماطم صغيرة كده عشان أركز الصوص بتاعي نضيف شوية بهار صغيرين كده ملح خفيف وبستنى لحد ما يسخن الصوص ده الصوص بتاعه بيغلي نبدا نحط الصوص فوق الباذنجان الصوص الزياده طبعا بحطه في الارضيه من تحت عشان على ما يستوي يبقى الباذنجان كله بطعم واحد حطيت الصوص الطماطم عندي طرنشات
الرصاف والبتنجان. رصينا الطماطم، شوية بوار خفيف من فوق عشان الطماطم طبعا اللي حطيناها، شوية ملح من فوق، عندي بوار حلو احط شوية بوار حلو من فوق، كده شيخ المحشي جاهز. نضف الحرف قبل ما ادخله الفرن. نبدا ندخل شيخ المحشي الفرن. طبعا زي ما انتم شايفين الفرن فيه طاجن تاني مجهزه عشان ياخد وش، فطبعا بعد ما يستوي هيبقى بالشكل ده. ده بعد ما استوى وكده شيخ المحشي جاهز والمجدره جاهزه، اتفضلوا حضراتكم بالهنا والشفا. اعتقد انك ممكن تدمرني، احنا اتاخرنا عليك جدا وانت اكيد جوعت. لا بجد ما بستحمل يعني. هو زمانه جاي. اهو وصل الشيخ محمد، ورينا بقى ده ايه؟ بص انا عملناه لك. وبعدين عايزين نعرف راي حضرتك يعني. الا لا هو استاذ انا عارف ان حضرتك يعني ذويق من الدرجه الاولى. الدكتور خوفني قوي لدرجه ان انا منتظر رد كله الا يونس الشلبي. هو ده بقى شيخ المحشي؟ وحضرت حضرتك مجدره. المجدره ايوه اللبنانيه. تسلم ايديك يا شيخ. اتفضل حضرتك. تسلم ايديك. ميرسي. مفيش، ما جبت شيخ البلد ليه بعد؟ تدوق دوق كده وقول لي. طيب والله ما رايك يا قليتها؟ حلوه جميله حلو قوي. استنى بقى قبل ما نكمل اكل هتقول لهم للساده المشاهدين المسابقه بتاعتنا اللي هو هتقول لهم الوصفه دي ناقصه مقدار من المقادير هم عليهم انهم يكتشفوه، ولو اكتشفوه بياخدوا جايزه من البرنامج. ممكن تقولها لهم دلوقتي بقى؟ طيب ها جايزه كبيره يعني والله. يعني قد ايه كده بس؟ يعني حاجه قد كده. لا ماشي يا حبيبي. يلا الاكله معايا. هنكمل بعد كده زي ما انت عايز بقى. هي بتاكل على فكره من غير اي حاجه ولا حاجه؟ هي الامام بيلضي متهيألي شبهها متهيألي. بس الشيف محمد بقى. احنا عندنا المقادير اللي هو اكل الشيخ المحشي، هقول كل المقادير ما عدا مقدار واحد. بالظبط. بتتكون من باذنجان طويل، هو زي ده كده. ايوه. طويل. ايوه. محمر بالزيت. اللحمه مفرومه بخلطه الصنوبر والبصل. علبه طماطم جاهزه. علبه طماطم اللي هي الصلصه. الصلصه. علبه صلصه جاهزه. طماطم ترانشات. مظبوط اللي هما دول اهو. اللي بتحط على ال وبعدين ملح وبهار. الاكله دي ناقصه حاجه واحده. هم المفروض الساده المشاهدين انهم يعرفوها. المفروض يعرفوها ويبعتوا يكسبوا حوالي 5000 دولار. جايزه يا ريت. كنت انا اتقدمت كل يعني يكسبوا الجايزه يعني. بالظبط كده. وحظ سعيد ان شاء الله للساده المشاهدين. استاذ يونس شلبي. يعني مش عارف اقول لك ايه يعني 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 امتعتنا وانبسطنا معاك وقضينا وقت جميل، ويا ريت بقى تجي لنا في البرنامج مره ثانيه علشان تقول لنا على اكله ثانيه بجد. لا انا على فكره بحب الطبخ جدا. ما ده اكيد زي ما حضرتك قلت. وبحب اخش المطبخ واعمل حاجات لنفسي يعني. ما ده بقى بحب مراتي تسافر عشان انا اللي اطبخ. سيداتي يعني سادتي بكده يبقى وصلنا لنهايه حلقه اخرى من برنامجكم صحون وفنون. الى ان نلتقي مره اخرى ان شاء الله غدا. أتمنى لكم وقتا سعيدا وهادئا وطيبا. صحون وفنون.
لونا لونا ولا شوفونا فونا او شرفونا فونا دايما حيكون معانا نجم يشاركنا يا